تجربة إطلاق سوق أسبوعي داخل المدينة القديمة وتحديداً في ميدان السيدة مريم للصناعات المحلية للمشروعات الصغرى برعاية جهاز إدارة المدينة القديمة. هالتجربة اللي في يومها الأول لاقت رواج وإقبال من السياح والليبيين كبار وصغار. الفكرة بموضوع بسيط وجهناها في التدريب، موضوع الشباب على ريادة الأعمال والمشروعات الصغرى، بدأت المشروعات الصغرى يأخذوا المهارات التدريبية وبعدين يصلوا ليأخذوا حتى دعم من سواء البنوك ولا الدعم الدولية، لكن مشكلتهم بتقعد في التسويق، ما عندهمش أسواق. الأسواق سواء بيخشوا في بازارات يستغلوا في موضوع تاني. فجت فكرة إقامة سوق لهم أسبوعي كل يوم سبت. الحقيقة توجهنا أكثر من جهة، ولكن لقينا أكبر دعم لينا وقبول الحق، يعني كانوا بصدر رحب جهاز المدينة القديمة، رحب بالموضوع هذا، وإن شاء الله بإذن الله إحنا مستمرين في موضوع السوق هذا، سواء قمنا إحنا أو شرفنا عليه، ولكن هو الفكرة لازم يقوم ويستعد. وديما حتى أي حد بيتقدم بيتبرع بيكون بيخدم بيشتغل معنا يتفضل، إحنا مرحبين به إن شاء الله. مشاريع متنوعة ومتعددة، منها الأطعمة والتوابل والإكسسوارات وأعمال النحت على الخشب والسعفيات. وكان الحلو فيها إن المشاركين والمشاركات كانوا من مختلف المناطق الليبية. فكرة المشروع هو الموضوع إنه هو كان في سوق شعبي، احنا تجمعنا كحرفيين وتناقشنا في مواضيع يعني تستفيد منها الحرفيين، تطوير مثلا مهاراتنا، فجت فكرة هي السوق الشعبي هنا في المدينة القديمة، وانطلقنا احنا بفكرة مشروعنا وان شاء الله. مشروعي يعني عن نفسي مشروعي الصناعات التقليدية، يعني السعفيات كيف تطويرها وكيف نسوقها، يعني ندخل على الحديث والقديم وكيف نسوقها يعني مستقبليا. المدينة القديمة مهد الصناعات التقليدية، وما نبالغوش لو قلنا من مئات السنين، وأن يقام فيها سوق للصناعات التقليدية كل أسبوع يساهم بشكل كبير في أن تلقى المشروعات الصغرى منصة بيع ثابتة من ناحية، ومن ناحية تانية هي عنصر جذب للمدينة القديمة، خصوصاً وإن السبت يوافق يوم عطلة. والأهم هو التعريف بالصناعات المحلية والتقليدية واليدوية الآخذة بالاندثار. إيمان الشابع، قناة ليبيا الأحرار، طرابلس.